بالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد انه جاي، مش عارف. لا والله ما عنديش حاجة في رمضان، الصحة متركبة شوية كده، مش بس هطلع مع ضيف شرف مع دنيا كده في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بس، كذا مسلسل السنة دي 15 بس عشان الكورونا، يعني يعدي على خير بس إن شاء الله.